سعيده. اهلا يا مدام، الدكتور موجود؟ ثانيه واحده اتفضل. أليس سوا جاب التحليل يا دكتور؟ طيب متشكر. وليه اللي هتستناني؟ مدام حنان مستنية بره. أنا اديت لها أدوية وقلت لها تمشي عليها لمدة أسبوعين. يا فندم دي مصممة تقابل حضرتك. حاولي تعتذري لها بلطف. حاضر. ها؟ ما رديتيش على سؤالي. اتجوزتي ليه؟ الفلوس. أبويا كان موظف على قد حاله، وأنا كان نفسي أعيش. نفسي أركب عربيات. وقبلت اني اتجوز عبد العظيم من غير ما اتردد. يعني اتجوزتيه برضاكي؟ كنت صغيره، كان عندي 15 سنه. دول حتى جابوا لي الشهاده من الدكتور علشان المأذون يرضى يكتب كتابي. ويا ترى حقق لك كل اللي في نفسك؟ اعتبرتها صفقه ابيع كام سنه من عمري وبعد كده اتمتع بشبابي وفلوسه. وبعد مدة اكتشفت ان الفلوس ملهاش اي طعم من غير حضن راجل بحس جنبه بالدفء والحب. مدام نجوى، انا شايف ان حضرتك تعبتي. ايه رأيك لو نكمل كلامنا في الجلسة الجاية؟ يا ريت يا دكتور. طب اتفضلي على المكتب. هو بس في تغيير بسيط هقول لحضرتك عليه. هتبطلي الفالينين اللي بتاخديه وهتاخدي بداله الادويه اللي هكتبلك عليها. متشكره قوي يا دكتور. انا في الحقيقه مبسوط قوي، النتيجه ممتازه. متشكره، البركه فيك. والبركه فيك انت كمان، لانك مستجيبه جدا للعلاج. ميرسي قوي يا دكتور. باي باي. مع السلامه. حضرتك هتخلص عياده الساعه كام؟ مش قبل الساعه 10. متشكره. زعلانة منك قوي. انت مش قلت هتخلص عياده الساعة 10 الا اخر؟ انا كنت نازل وبعدين جات لي حالة مفاجأة فاتزنقت. اتزنقت؟ ما تبقاش تتزنق تاني. عارف اني بحبك قوي. طبعا. يبقى العلاج جاب نتيجة. انت بتعالجهم كلهم كده؟ لا لا لا، انت حالة خاصة خالص. انت عارف هنكمل السهرة فين؟ فين؟ عندي في البيت. ايه مجنونة الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بجد والله؟ انت مجنونة؟ وحياتي ما تبقيش مجنونة، معقول اروح عندك البيت؟ افرضي جوزك جه من السفر. اشمعنى المرة دي اللي هيرجع من السفر؟ وبعدين الشغالين مش فين؟ لا انا مش موافق. وحياتي. لا وحياتي. ما تبقيش مجنونة. خلاص؟ طيب. يا حبيبي.
شريف، ايه رايك في الحب؟ احيانا بيكون وقت. طب ممكن نشتري الحب؟ نشتري الحب؟ ما افتكرش، ولو ان اعتقد ان كل حاجه في الدنيا ليها ثمن. بصحتك. بصحتك. شريف، انت طبعا عرفت ستات كتير قبل كده مش كده؟ كنت اعرف ستات وكلهم حبوك قوي. يعني ليه؟ وايه اللي ليه؟ لا مش قصدي، غير انك حلو وتجنن وزي القمر، حبوك قوي قوي ليه؟ علشان كنت ببيع لهم الوهم. طب وانا بتحبني؟ لا بعبدك. هو مالوش ولا صورة ليه؟ هو مين؟ جوزك. هو لازم يعني؟ علشان لما اشوفه على الاقل اعرفه. ما تشوفش وحش. طب بيعرفيني انت عليه بقى؟ علشان تبيع له الوهم. يا عفريتة. الو الو، محدش بيرد. انتي متأكدة ان جوزك مسافر؟ شفته وهو بيركب الطيارة، وشفت الطيارة وهي بتطير في السماء. ايه خايف؟ هخاف من ايه؟ أهلا أهلا يا عصام. أهلا صديقي العمر.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت جيت من باريس امتى يا راجل؟ من 6 شهور تقريبا. هاي هاي اتفضل. واخبارك ايه؟ تمام. بدور على اصحابي المدام. يا اخي يا اخي نسيتني اقول لك الف مبروك على العياده. الله يبارك فيك. والف مبروك، ده انت عندك اسم الله حالات اكتئاب كتيره قوي. على فكره مسيو ميشيل بيسلم عليك قوي. مسيو ميشيل؟ مسيو ميشيل المسجل بتاع الكليه اللي استلفنا منه الاختام وختمنا بيها الشهاده بتاعت سعادتك. انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ انت عملت لي خدمه في باريس وخدت ثمنها ومش كده الموضوع يبقى منتهي. يعني انا غلطان اني جيت اشوفك وابارك لك؟ على فكره انا قررت اعمل مشروع هنا في مصر اعيش منه واستقر. مشروع بقى هستغل فيه مواهبي وتجاربي كلها. تجاربك؟ مشروع ايه ده اللي هتستغل فيه تجاربك؟ مشروع يجنن، حته ارض في شارع الهرم اعمل فيها نايت كلاب كباري لوكس. بس طبعا انت عارف مشروع زي ده هيكلف فلوس كتير، راس مال محترم، فانا على طول رحت افكر فيه ده جامد. عايز كام يا عصام؟ 40,000 جنيه بس. ده ابتزاز يا عصام. ابتزاز؟ وانا لما عرضت نفسي للمسؤوليه عملت لك الشهاده وبقيت دكتور قد الدنيا، عيادات وعربيات، ما كانش ده تزوير وابتزاز؟ وإذا قلت لأ؟ لأ. أنا عارف إنك ما تعملهاش لأنك ابن ناس طيبين مش متعود على البهدلة والتحقيقات والسجن. بصراحة يا عصام أنا ما عنديش مبلغ زي ده. طب أنا هسهلها لك يا شيخ، هنقسم المبلغ على 4 دفعات كل دفعة 10,000. قلت ايه؟ انت فاهم ان العيادة بتجيب لي مبالغ كبيرة بالشكل ده؟ ما بتجيبش. دي الهانم اللي كانت سهرانة معاك امبارح دي حرم المليونير عبد العظيم بيك فهمي. انا اسف يا شريف لو ضايقتك وعطلتك وضيعت وقتك، بس انا اللي جبت لك برضه في حق الصداقة والعشرة الطويلة. شريف ما تنسانيش، انا هستناك بكرة الساعة 12. اديني واحد دبل دبل الدبل. الو مين؟ اهلا يا سيدي. مين؟ الهانم موجود. ثانيه واحده. البيبي يتكلم من لندن. خلصتي شغلك؟ ايوه يا هاني. طب روحي انت. الو اهلا يا روحي، وصلت لندن انت؟ وحشتيني. الحمد لله على السلام. بقول لك ايه، اوعى تنسى الفرير والبراش. طيب باي باي. الو نجوى، انا بحاول اكلمك، تليفونك على طول مشغول. كنت بتكلمي مين؟ جوزي. ايوه نجوى، انا ضروري لازم اشوفك. طب يلا سيب اللي في ايدك بقى وتعالى حالا. طيب انا جايك على طول. طيب باي باي روحي. ايوه من فضلك يا انسه اعتذري للناس اللي بره، مش حاضر اقابلهم دلوقتي. نجوى وحشتك.
مالك يا شريف؟ انت زعلان مني علشان خليتك تنزل وتسيب العيادة بدري؟ لا ابدا مفيش حاجة. لا ده انت مش طبيعي النهاردة. انا اسف يا نجم، مش قصدي ان انا ضايقك معايا. يا سلام، ولو ما كنتش ابقى جنبك وانت متضايق ابقى جنبك امتى؟ وانت ايه ذنبك اشغلك معايا؟ ذنبي اني بحبك. الله، انت قلبتها دراما خالص. هي فعلا دراما. خلاص نشوف العقدة فين ونحلها سوا. تعرف يا نجوى اصعب حاجة على الدكتور ايه؟ انه يبقى عارف علاج المريض اللي قدامه ومش قادر يعمل له حاجة. طول ما انت بتعمل واجبك كدكتور سيب الباقي على ربنا. واذا كان المريض ده صاحبي وصديق عمري ومدين له مستقبلي. لا دي الحكاية عايزة قعدة. تعال تعال اقعد وارتاح وقول لي بقى ايه اللي حصل؟ ليه واحد صاحبي عمري ما هنسى موقفه معايا لما جات لي ازمه نفسيه واحنا في باريس، ما كنتش هكمل دراستي ولولا وقوفه جنبي يمكن ما كنتش خدت الشهاده. طب وبعدين حصل له ايه صاحبك ده؟ فات عليا النهارده في العياده وكشفت عليه واتضح ان توقعاتي كانت في محلها، حالته فعلا خطيره. والمرض ده ملوش علاج؟ ما كانش ضميري يأنبني بالشكل ده. مش فاهم حاجه يا شريف. في جهاز جديد بيعالج المرض ده لكن للاسف غالي قوي. تمنه كام؟ 40,000 جنيه. يا ساتر ده غالي فعلا. انا ممكن اتدبر على 10,000 جنيه دلوقتي. وبفكر ان انا ارهن العياده والعربيه. انت بتقول ايه يا شريف؟ انت ما تقدرش تستغنى عن العياده والعربيه. امال اعمل ايه بس؟ انا معايا 8,000 جنيه. وبعدين اذا جوزك سالك هتقولي ايه؟ يا اخي انا هتصرف، مالكش دعوه بيه. أرجوك يا نجوى ما تحطيش نفسك في المواقف اللي زي دي. شريف بس خلينا نفكر بهدوء في بقية المبلغ. أنا جاتلي فكرة. هتعملي إيه؟ استنى هكلم واحدة صاحبتي يمكن أقدر أدبر منها بقية المبلغ. يوه التليفون ما بيردش، الزهر مش في البيت. بس ولا يهمك حبيبي، من الباب اللي هكون عندها وهجيب لك اكبر كميه من الفلوس. اضحك بقى حبيبي. تعرفي يا نجوى انت فعلا انسان عظيم. ثانية واحدة.
اهلا يا دكتور. اتفضل اتفضل. متر تعال. ازازة ويسكي. ازاي الحال؟ ان شاء الله تكون جبت اللي احنا اتفقنا عليه. انا جبت 8 بس. بس مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. هو ده كل انا قدرت عليه. ما هو يقدر يجيب 8 يقدر يجيب 2 ولا ايه يا دكتور؟ عيادتك واسمك يساوي كتير قوي. وحشتيني قوي. وانت قوي. عامله ايه؟ كويسه. افتكرت نكته حلوه قوي. طب حكايه فوتنك فوتنك. عسل. هاتي واحدة بقى. دي مواعيد كتير النهارده؟ مش قوي عشان في ناس قايلة. مفيش حاجة تتصل بيها في الفندق؟ سبع صامت تتصل ثلاث مرات. مقالش حاجة؟ بيقولوا الروشتة بتاعت امبارح ناقصة دواء مهم والمريض حالته خطرة. يا تلحقوا يا ما تلحقوش. مدام ناجو اتكلمت؟ لا لا. تعرفيه منين؟ كان هنا النهارده. وده ايه اللي جابه هنا؟ بتضحك على ايه؟ بضحك على ايه؟ اللي جابته رجليه يا حبيبي طبعا. وقال لك ايه؟ يوه قال لي حاجات كتير قوي. قعد يدردش معايا اكتر من ساعه. حكى لي عن شقاوتك في اوروبا. ده افاق وبلطجي. غريب. مع ان شكله ما يقولش كده ابدا. انا عايز اعرف قال لك ايه بالظبط. يا حياتي يا شريف ما كنتش اعرف انك بتغير عليا قوي كده. بقى حد يسيب القمر ده كله ويبص لعصام؟ نجوى انا عايز اعرف عصام كان هنا ليه؟ انت كنت عايز الفلوس دي ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده انا عايزها ليه؟ شريف
انا ما يهمنيش يا حبيبي اذا كنت دكتور ولا لا. ايوه انا كل اللي يهمني اني بحبك وخايفه عليك. ما تنساش ان انت تحت رحمته دلوقتي. انا مش تحت رحمه حد. لا تحت رحمته. ممكن يبلغ عنك البوليس وحته جواب قد كده يبعتوه للجامعه يعرفوا اذا كنت خدت شهاده ولا لا. وبعد كده كام شهر سجن ومستقبلك وحياتك كلها ضاعت. مصيبه ان انا كمان بقيت تحت رحمته. وانت مالك انت؟ شافني معاك في النايت كلاب ممكن يقول لجوزي ويخرب حياتي كلها. شريف شريف صدقني احنا الاثنين بقينا تحت رحمه الراجل ده. انا لازم اقتله واخلص منه. يعني علشان تخلص من تهديده ليك تحط رقبتك انت في حبل المشنقه مش كده؟ لقيتها خنجر مسموم يتدب في رقبته وهو مروح سكران وتاني يوم اشرب قهوه ساده في جنازته. هو ده الحل؟ تقتله؟ يعني عندك حل غيره؟ عصام كل اللي يهمه الفلوس مش كده؟ ارميها له في خلقته وخلصنا منه. مش هيشبع وهيفضل منغص عليا حياتي. هو عايز كام؟ 40,000 جنيه اخد منهم 8,000 لغايه دلوقتي. خلاص ولا يهمك هنديله 50,000 جنيه. قصدك ايه؟ هنعمل معاه قد شركة في المشروع اللي بيقول عليه. انت برضو صدقت الكلام ده؟ استنى بس بشروطنا احنا. الشرط الاولاني انه يمضي لنا شيكات ب 100,000 جنيه. الشرط الثاني انه يسيب مصر نهائي. هيغيب له سنتين تلاتة ويرجع تاني يهددني. الإيصالات هتكون باسمي، ما يقدرش يدخل نفسه في قضية تبديل. لكن هندبر المبلغ ده ازاي؟ عبد العظيم جوزي شاري لي فيلا في مصر الجديدة تيجي بتاعت 70,000 جنيه. وده هتقولي له إيه ده؟ هو ضروري يعرف إن أنا بعتها. وهو يعني المشتري ده جاهز كده على طول؟ لا طبعًا، بس ممكن يتدبر بسهولة. عارف الإشكال فين؟ إجراءات البيع والتسجيل ممكن تاخد وقت. يعني ما بين 10 ل 15 يوم. وهو يفضل يبتزنا ويهددنا، ده مجرم مستعد يلعب بأي كارت. شريف، أنت تسافر في أي حتة في الدنيا، تهدي أعصابك وتسيبني أنا أتفاهم معاه، وأخلص كل حاجة وبعدين أنت ترجع بالسلامة. ما قلتليش. هشوفك امتى؟ اذا ما كلمتكيش لغايه الساعه 2 ابقي اطلبيني انت. اوكي؟ اوكي. باي باي. باي باي. باي باي. مساء الخير يا سعاده البيت. مساء الخير يا ادريس. عم ادريس، يا عم ادريس، في تليفون من ست ايام صاحبه البيت. الو؟ اهلا يا استاذ عصام. لا لا حالا مسافه السكه. باي باي. تمشي كل حاجة زي ما أنا عايز علشان ما يحصلش ويبقى فيه مشاكل. مبروك. Thank you.
حضرتك اللي بلغتك. ايوه فندم من انا اتفضل. خليكم انتوا. امال فين القتيل اللي بلغت عنه؟ انا دخلت من بره لقيت سرير غرقان دم والخنجر ده عليه. هل معنى انك لقيتي خنجر ودم يبقى في حد اتقتل؟ عصام اتقتل، عصام اتقتل. خلوا كل حاجه زي ما هي لغايه ما تطلبوا المعمل الجنائي. حاضر. وعاوزك تعيل لي كل مداخل الشقه بدقه. حاضر يا فندم. سد حيلك يا مدام بوسي، من فضلك تساعدينا علشان نوصل للحقيقة. الاسم والسن والعنوان. عطيان محمد وشورتي بوسي، السن 30 سنة، سجن في المهندسين في شارع عبد المنعم نمرة 20. علاقتك ايه بالمجني علي؟ قصدي الأستاذ عصام. خطيبي، وكنا هنتجوز قريب. مخطوبين من قد ايه؟ من سنتين بالظبط. القتيل قصدي الأستاذ عصام كان بيشتغل ايه؟ كان بيقول لي بيشتغل في الاستيراد والتصدير. مكتبه فين؟ دايما كان بيشتغل في بيته يا فندم. اي بيت؟ اللي اتقتل فيه. وايه اللي عرفك انه اتقتل؟ الدم والخنجر والدواليب المفتحه طبعا. كنت معاه ليله الحادث؟ لا، يوميها الساعه 5 وقال لي بيتصل بيا بالليل. اتصلت بيه؟ اه، لقيت التليفون مشغول مشغول، اتخضيت وشكيت فيه. كلامك ده بيأكد وجود واحدة تانية مع عصام ليلة الحادث. تانية؟ تفتكري مثلا اللي قتلت عصام ودت جثته فين؟ قصدي اللي قتل. وانا اش عرفت؟ انت دخلتي الشقة ازاي؟ بالمفتاح اللي معايا. مدام بوسي، شقة عصام لها كم مفتاح؟ مفتاحين يا فندم، مفتاح مع عصام ومفتاح معايا. يا ترى في حد تاني معاه نسخة من مفتاح شقة عصام؟ انا قلت لحضرتك قبل كده ان ما فيش الا نسختين بس، نسخه معايا انا ونسخه مع عصام. على العموم احنا متشكرين يا مدام بوسي، ممكن تروحي دلوقتي. شكرا. على فكره النيابه هتستدعيك. نيابه؟ حاضر. شكرا. مع السلامه. حادثه غريبه. على فكرة يا فندم الجريمة تمت وما كانش المقصود بيها السرقة. المهم في الموضوع جثة عصام فين؟ في البدرون بتاع العمارة. أنت ومراتك وعيالك ساكنين في بدرون العمارة؟ لا يا بيه، مرتي وولادي في البلد. مالك كم سنة بتشتغل بواب في العمارة؟ بقالي 9 سنين. طب قول لي، إيه اللي شفته بالظبط ليلة الحادث؟ يوم الحادثة بصيت لقيت الأستاذ عصام نازل من عربية الست بوسي، سلم عليا وطلع على شقته، بعد كده بصيت لقيت الواد ابن عم حسنين صاحب كشك السجاير اللي قدام باب العمارة، قال لي كلم الست صاحبة العمارة طلباك على التليفون، طلعت أجري، كانت هي قفلت السكة واستعوجتني وقالت له خليه يجيني حتى ولو في تاكسي. ورحت لصاحبة العمارة؟ أيوه، وقالت لي إنها ما طلبتنيش خالص. الست صاحبة العمارة متعودة انها تتصل بيك بالتليفون؟ بسيط قوي يا بيه، لما يكون في حاجة مهمة. ساكنة فين صاحبة العمارة؟ في المعادي 25 شارع 10. في حد من سكان العمارة بيستعمل سلم الخدامين؟ لا يا بيه، لأن سلم الخدامين خفيف وبيقولوا إنهم هيصلحوه. معنى كده إن أي واحد بيدخل العمارة لازم يدخل من الباب الرئيسي. أيوه. أمال إزاي ما حسيتش لما القاتل نزل وهو شايل جثة الأستاذ عصام؟ أنا قلت لك يا بيه كنت نايم، والله العظيم كنت نايم. نايم؟ اخر مره شفت فيها الاستاذ عصام امتى؟ اول امبارح في الكباريه. ايه علاقته بالظبط بمدام بوسي؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفش؟ مش كل يوم بتشوفهم مع بعض؟ انا اعرف ان هم اصحاب. بحكم انك جرسوم في الكباريه، ما لاحظتش كده قبل الحادث بيوم بيومين او حتى ليله الحادث اي خلافات بينهم؟ اول امبارح بص في ساعته وقال لي هتاخر حوالي 10 دقائق، فاتاخر حوالي ساعه، فقلقت عليه مدام بوسي، ولما رجع اتخانقت معاه. مفيش حد غريب زار عصام في الكباريه؟ ايوه يا فندم، في واحد اسمه الدكتور شريف زاره قبل الحادثه بحوالي 3 ايام،
وحصل بينهم كده شويه زايد. حصل ايه بالظبط؟ مش فاكر، بس كل اللي انا فاكره ان سمعت الاستاذ عصام بيهدد الدكتور وبيقول له بان عيادته واسمه سووا كتير. مفيش حد زاره غير الدكتور ده؟ ايوه، قبل الحادثه بيوم كان في مقابله مع الاستاذ عصام مع واحده ست شيك قوي. الست دي ما شفتهاش قبل كده؟ ابدا يا فندم. طب المقابله دي خدت قد ايه؟ حوالي 5 دقايق. تعرف توصف لي الست دي بالظبط؟ ايوه يا بيه، طويله وبيضه وشعرها اصفر، شعرها اصفر يا بيه. طب ما تعرفش كانوا بيتكلموا في ايه؟ لا يا بيه، كانوا بيتكلموا بحس واطي، واحنا اتعودنا زباين الكباريه ما تتكلمش بالطريقه دي. الست دي لو شفتها مره تانيه تعرفها؟ ايوه يا بيه. طيب امضي. اسمع، الست دي لو شفتها مره تانيه في الكباريه او لمحتها في اي مكان تاني تتصل بينا على طول. حاضر يا بيه. على فكره يا علي، ملامح الجريمه ابتدت توضح. بحكم صلة القرابة بينك وبين الأستاذ عصام، تسمح لي أستوضح من حضرتك نقطة؟ أيوه اتفضل. حضرتك كنت قلت لي إن هي دي النهاية الطبيعية لواحد زي عصام. بالتأكيد، إنسان فاشل ضيع كل ثروة أبوه في الكباريهات والكلام الفاضي، كان لازم يجيب فلوس بأي طريقة، وطبيعي جدا إنه يحترف البلطجة، ودي نهاية كل بلطجة. معنى الكلام ده إن شخص زي عصام أكيد له أعداء كتيرة قوي يهمهم موته. ما افتكرش. تعرفي إيه عن الدكتور شريف؟ صاحب عصام. اسمه إيه بالكامل الدكتور ده؟ أظن شريف عبد المنعم، أخصائي نفساني. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. محدش سأل عليا وأنا مسافر؟ البوليس سأل عليك. بوليس؟ أيوه. طيب متشكر. ادخل. دي اللي عامل جنيه أبي. مش ممكن. ايه يا فندم؟ تحليل المعمل الجنائي جاي بيقول ان مفيش اي اثار بصمات على الخنجر، والاعجب ان الدم دم بقى دمي، وبالكشف سجلات الاحوال المدنيه ثبت ان فصيله الدم الموجوده على الملايه من نفس فصيله دم عصام. شيء حير. على فكره يا فندم، انا بقول السبب في ارتكاب الجريمه دول هو احتمالين، والسبب الاولاني هي علاقه نسائيه. طيب طالما عصام اتقتل، فين جثته؟ وايه مصلحه القاتل في انه يخفي جثته طالما قتله؟ اما الاحتمال الثاني، برافو عليك، هو ده نفس الاحتمال اللي انا كنت بفكر فيه من بدايه التحقيق. الحمد لله على السلامه يا دكتور شريف. سيجاره؟ شكرا. بعض الشهود قالوا ان كان في خلافات ماديه بينكم وبين بعض. ده مش صحيح. الفلوس اللي انت اديتها له في الكباريه كانت بتاعه ايه؟ بعد ما رجع من باريس فات عليا وقال لي ان هو عنده ازمه ماليه وطلب ان هو يستلف مني قرشين. قد ايه؟ 10,000 جنيه. على اساس ايه؟ على اساس علاقتنا القديمه. واتصرفت له في المبلغ؟ ايوه. منين؟ بتوعي. سحبتهم من البنك؟ لا، كانوا عندي في البيت. وديتهم له الكباريه مش كده؟ ايوه. ليه؟ ثقة. دكتور شريف، بحكم علاقتك بعصام تقدر تحصر لي علاقاته النسائيه؟ لا. كل الشهود اجمعت على ان عصام قابل واحده ست لاول مره قبل الحادث. تفتكر مين الست دي يا دكتور شريف؟ قلت له اني كنت مسافر، ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، ووريت له الباسبور.
وما لقيوش الفلوس مش كده؟ ما جابوش سيرة على الموضوع ده خالص. نجوى، انت متأكدة انك اديتيه الفلوس؟ قصدك ايه يا شريف؟ مش هو ده قصدك؟ مش دي ايصالات الامانة؟ مش دي امضيته على الايصالات؟ مش قصدي يا حبيبتي، لكن ايه؟ انت بتشك فيه يا شريف؟ انا اسف يا حبيبتي، بس طريقة وكيل النيابة تخوف، زي ما يكون بيتهمني. ما هو لازم يعمل كده. ربنا يستر يا شريف ويعدي الحكاية دي على خير. الحمد لله انك ما كنتش في مصر. شريف، احنا لازم نبعد عن بعض اليومين دول علشان ما نلفتش نظر حد ولا البوليس كمان. انت عارف الموقف صعب وجوزي. انت عندك حق. طب تحب تخلي العقد والايصالات معاك ولا نقطعهم ولا ايه؟ نقطعهم احسن. انا هبقى اتصل بيك. ممكن كده ايه دي عشان اعرف اسمعك. الساعه 2 دلوقتي يا نجوى. طب وجوزك؟ حاضر حاضر، مسافه السكه بس. طيب ايه ده؟ مين ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ وقته يا شريف، أرجوك خلصني من الجثة. أنت اللي عملتي كده؟ أيوه. أنت اتجننتي ولا جرت عليك حاجة؟ شريف أنا هديلك اللي أنت عايزه، بس خلصني من الجثة. أنا مش مستعد إن أنا أشارك في جريمة قتلي. لازم تقف جنبي، أنا وقفت جنبك قبل كده. أنا أقف جنبك في حاجات كتير قوي، إلا إن أنا أشارك في جريمة قتلي، وكفاية قوي اللي حصل لغاية دلوقتي. كده؟ طب ثانية واحدة وبعدين قرر اللي أنت عايزه. ما تنساش ان انت تحت رحمته دلوقتي. انا مش تحت رحمة حد. لا تحت رحمته، ممكن يبلغ عنك البوليس وحتة جواب قد كده يبعتولي الجامعة يعرفوا اذا كنت خدت شهادة ولا لا، وبعد كده كام شهر سجن ومستقبلك وحياتك كلها ضاعت. لقيتها خنجر مسموم يتدب في رقبته وهو مروح سكران، وتاني يوم اشرب قهوة سادة في جنازته. هو ده الحل؟ تقتله؟ شريف أرجوك ما تفهمنيش غلط، أنا مش بهددك، بس أنا في مصيبة لازم تقف جنبي يا شريف، أنا ماليش حد غيرك. مين ده؟ ده واحد كنت أعرفه من زمان وقطعت علاقتي بيه، بس شافني معاك
وهددني يا اما استمر في علاقتي بيه يا اما يقول لجوزي. لما شريف ارجوك اذا انت رايح فين؟ هروح اجيب العربية. خد المسدس ده اتخلص منه. ارميه هنا. ساعدين. خدي بالك. من فضلك تفضل انت. رخصك من فضلك. تسمح تفتح لي الشنطة؟ كم عربيه زياده بس مش عارف ايه في ايه. عربيتين خبطوا ببعض يا فندم. طيب اتفضل انت. Thank you.
دكتور شريف عمل اللي عليه واكتر. الله يرحمك يا ابن عمي، خسارتنا فيك كبيرة قوي. الباقي في حياتك يا مدام. الله يرحمه بقى، كان راجل عظيم وعصامي، لها فلوس ابونا كلها وسابنا على الحديده. يا مولاي يا كم خلتني. صحة نجاح العمليه هانت، فاتت كتير قوي يا نجوى، ما بقلل قليل. خلاص انا عارف اني ضيعت سنين وسنين حلوه قوي من عمرك مع الحيوان ده. دلوقتي جاء الوقت انك تتمتعي بالثروه وبالحب. لا لا يا عصام، لا ارجوك، انا اعصابي تعبانه، اعمل معروف ارحمني. معلش فات كتير وما بقاش الا القليل. قصدك ايه يا عصام؟ قصدي كل خير، احنا هنكمل المشروع اللي ابتديناه وكلنا هنستريح ومفيش مشاكل. اسمعي نجوى، انا عملت غلطه كبيره قوي وانت اللي هتصلحيها. مش فاهمة. أنا هفهمك. المسدس اللي اتقتل بيه الحيوان ده، مسدس الدكتور شريف، أنا غلطت ورجعته العيادة تاني. أنا عايز المسدس ده. أنت بتقول إيه يا عصام؟ والمسدس اللي أنا اديته لشريف يتخلص منه؟ ده مسدس جوزك. لا يا عصام، أنا مش فاهمة ولا حاجة. بس أنا فاهم. شريف، أنت جيت. ما كفاية شرب وتفوقي بقى. خليني كده احسن. فضل استني، ادي المسدس اللي انت طلبتيه. جبته؟ انت خايف عليا، انت
بتحميني يا شريف مش كده؟ لا يا شريف لا، رايح فين؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ما تفوقي بقى، اللي حصل ده ثمن ورقبتنا احنا الاثنين، فاهمه؟ لا انا قلت انا لوحدي، لو البوليس عارف اي حاجه انا هعترف على نفسي بس. انت مالكش ذنب شريف، ما سيبنيش يا شريف. المسدس جابه. اشوفه بقى. مش موجود. نعم انا اتخلصت من المسدس. خلصت منه؟ ايوه. انت كلمتي؟ ايوه كلمت وزهقت منك. امشي انت بره. نجوى بره. نجوى بره. ايه 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 بس الله الله عالجد والجد الله الله عليه. هتعترف للبوليس تقولي له ايه يا حلوه؟ ها هتقولي له مين اللي قتل يرحمك؟ ما تقول يا بنت السايس هتربيك في اصطبلاتك. اتكلمي اتكلمي. اسمعني عمري ما سمعت في يوم كذا شهر كذا سنة كذا قد باع الطرف الأول حليمة عبد الدايم حنجل. هو مش اسم جد حضرتك حنجل برضه؟ إلى الطرف الثاني عصام بيك فهمي اللي هو أنا. كيت وكيت وكذا ومذا وكذا، يعني ما يعادل نصف تركة الزوج المرحوم جوز حضرتك. هسيبك بقى انت تقولي للبوليس ازاي اتصرفتي في اموال جوزك وهو عايش، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك انا مش شايف لزوم كل اللي بيحصل. ايه اللي حصل يا نجم؟ وليه اتغيرتي؟ ليه؟ مش قادره، مش مستحمله يا عصام. ضميري. ضميري خلاص يا ستي، هقتلهولك هو رخ. انت ايه يا اخي؟ حيوان؟ ما بتحسش؟ ما عندكش ضمير؟ ضمير انا قتلته من زمان ودفنته في قبر ابويا بعد ما عمي يزور الاوراق. وبعدين واخري قوي يا نجوى، اخر حاجه تكلمي عنها الضمير يا روح قلبي، ده احنا دفنينه سوا. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ نفكر سوا. في ايه؟ في الاجراءات. انت لازم تبلغي عن غياب جوزك. انا؟ ومالك اتخضيتي كده ليه؟ أمال كنت هتعترفي للبوليس إزاي؟ أنا شخصياً بالنسبة للبوليس راجل ميت، إنما أنت مراته أول إنسانة تحس بغياب جوزها، المفروض تبلغي. لا يا عصام مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن، ممكن ولازم. ده بس بعد ما نخلص على شريف، قصدي الدكتور شريف. لا أرجوك ابعد عن شريف.
بالمسدس ده. انت اللي هتخلصي عليه. امسكي. حرام عليك، حرام عليك شريف ده ابو ايه؟ شريف ده ابو ايه ده كله؟ عصام انت مش عايز الفلوس؟ خدها، خدها كلها، انا مش عايز حاجه. لا مش حكايه فلوس، لا مؤاخذه، انا راجل حقاني ودغري. هما خطوتين، الاولانيه دكتور شريف، والثانيه حضرتك تبلغي عن جوزك الغايب، والتالته تسيبيها لي جواب صغير الحكومه، تعرف مكان الجثه فين. الحكومه تعمل اجراءاتها وتاخد حقها، واحنا ناخد حقنا، انا اخد حقي وانت تاخدي حقك يا حلوه، ومفيش مشاكل، مفيش مشاكل. فوتك بعافيه بقى. الأعمال الكبير عبد العظيم فهمي أمينا لصندوق اتحاد الغرف التجارية. فرحة ما تمت، خدها الغراب وطار. إيه معنى الكلام؟ ما هو اللي ما تعرفوش سعادتك، الراجل ده يبقى ابن عمي، جوز الست نجوى اللي قتلته نجوى، وسعادتك ساعدتها ودفنته. الجريمة لابسة سعادتك 100%. مفيش أي دليل على الكلام اللي أنت بتقوله ده، ده كلام فارغ. لا يا دكتور، ده كلام مليان جدا، وعندي اللي يثبت إنك على علاقة بنجوى، مش دي صورة أنت ونجوى في الكبريت. يا دكتور. وبقيت شريك يا دكتور في جريمة قتل. لابساك 100%. إيه؟ عجبوك الصور؟ حلوين. بس انا اللي مزعلني ان البنت نجوى دي طلعت اذكى منك ومني، وانا جاي اقول لك واحذرك ان هي نجوى تخلص عليك وتخلص منك. انا لازم اقول للبوليس بكل حاجه. هتقول ايه للبوليس؟ هتقول له انك دكتور مزيف؟ هتقول له انك قتلت؟ هتقول له انك دفنت؟ وفي حاجه تانية لازم تعرفها يا دكتور، المسدس اللي قتلت بيه نجوى جوزها يبقى المسدس بتاع سعادتك. كداب. ايوه انتوا الاثنين كدابين مجرمين. اهدى واسمعني يا دكتور وفوق بقى، ولازم تتغدى بيها قبل ما هي تتعشى بيك. اصحى. ادخل. انت هو ما حدش قال لك ان انا موجود هنا ولا ايه؟ لا خير يا حضرة الضابط، لقيته جثة عصام. يعني ما عندكيش فكرة إن كان عصام عايش ولا ميت؟ عصام ميت يا فندم. شوف يا بوسي، من مصلحتك ومصلحة عصام سواء كان حي أو ميت إنك تقولي الحقيقة. حقيقتي في دم على سرير عصام. جبقة طبعا، عصام مات مقتول. عصام ما ماتش يا مدام بوسي. عصام ما ماتش. فين المسدس؟ شريف قبل أي حاجة لازم تعرف إني بحبك. كدابة! وديتي المسدس فين؟
انا رميت المسدس. ايوه تعالي هنا. انت بتقولي انك عايزه تتخذين وعصام بيقولوا انه عايز ينخذ وانتوا الاثنين كذابين كذابين. شريف افهمني، المسدس ده لو وقع في ايدي عصام ولما انت خايف عليا طلبتيه مني ليه؟ عصام هددني رماني في طريقك ولعبنا احنا الاثنين، خلاني اسجل لك علشان ينفذ خطته وتقتله عبد العظيم وتخلوني انا كبش الفدا، مش كده؟ عصام هو اللي قتله وانا اللي دفنته. شم ريحة غاز. أمال يا دكتور، كل شيء مترتب وتمام قوي. الفيلا دي هتولع كلها عن آخرها. عبد العظيم بيفهمي وحرام هيبقوا حتتين فحمة. ومفيش مشاكل. خليك مكانك يا دكتور. تعال يا صانع المعروف. أنت عارف كويس قوي إنك ما تقدرش تستعمل المسدس ده. ليه؟ لأنك لو ضربت طلقة واحدة كلنا هنولع.